أسعار التصالح بمخلفات البناء في محافظة القاهرة بعد قرار التخفيض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة ترند. ولو الفيديو عجبكم ادعمونا بلايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد ولا بين على التفاصيل. اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أصدر قرار رقم 4976 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر في مخلفات البناء، تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة. وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم احتساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية للتخفيف والتيسير على المواطنين. وفي نفس السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرا من لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور. وناشد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة قيام مقدم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ 25% المقررة جدية التصالح لحين السير في باقي الإجراءات، وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيا. وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح، موجها لرؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقا للقانون، مع الاستمرار في إزالة المباني المخالفة لشروط الترخيص. وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا معنا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.